بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف التاسع في الدرس الثاني في الفيزياء. اليوم درسنا بعنوان قياس الزمن. في هذا الدرس يفترض أن نفهم استخدام الساعات سواء كانت ساعات تناظرية أو رقمية. من خلال هذا الدرس بنغطي النقاط التالية: ساعة القياس التناظرية، ساعة الإيقاف الرقمية، قياس الفترة الزمنية القصيرة. إذن أول جزء من الدرس رح نتكلم فيه عن أنواع مختلفة من الساعات، ورح نبدأ بالساعات التناظرية. واسم تناظرية مستوحى من النظر، بمعنى أن نقيس الوقت بالنظر إلى موقع العقارب في الساعة. الساعات التناظرية فيها دائرتين مختلفتين، الأولى دائرة صغيرة داخلية العقرب فيها يتحرك أبطأ من العقرب الخارجي. تنقسم هذه الدائرة من 0 إلى 15 دقيقة، بين كل دقيقة ودقيقة أخرى يوجد فاصل واحد يقسم هذه الدقيقة إلى نصفين، فكل حركة للمؤشر في هذه الدائرة يساوي زيادة بمقدار نصف دقيقة. أما بالنسبة للدائرة الكبيرة فحساب الوقت فيها يكون بالثواني، عشان كذا حركة المؤشر فيها أسرع. تنقسم الدائرة من 0 إلى 30 ثانية، وبين كل ثانية وثانية أخرى في 10 تقسيمات، بالتالي التقسيمة الصغيرة هذه كل واحدة فيهم تساوي 1/10 أو 1/10 ثانية. نلاحظ أن الأرقام في الدائرة الخارجية فيها أرقام إضافية باللون الأحمر، وهذه الأرقام تستخدم لأخذ القراءة بعد ما العقرب يكمل دورة كاملة ويبدأ في الدورة الثانية. وطبعا هالساعات موجودة في الأسواق بتقسيمات مختلفة، ففي منها اللي دائرتها الخارجية تنقسم من 0 إلى 60 ثانية بدل 30 ثانية، بالتالي كل تقسيمة صغيرة هي ضعف الساعة اللي قبل شوية شرحناها وتساوي 2/10 ثانية. النوع الثاني من الساعات هي الساعات الرقمية. هالساعات تعطي القراءة مباشرة على الشاشة الرقمية، وتنقسم فيها إلى ساعات، دقائق، ثواني، وأجزاء من الثواني. فلو نلاحظ أن قسم أجزاء الثواني فيه صفرين، يعني ممكن يقيس لحد 99 جزء من الثانية، وبالتالي أصغر قياس ممكن لهالساعة أنها تقيسه هو 1/100 ثانية. فلو قارنا بين نوعين من الساعات نلاحظ أن الساعات الرقمية دقتها 10 أضعاف الساعة التناظرية. بس طبعاً كل الساعات محدودة بالوقت اللي يحتاج للإنسان للاستجابة، يعني الوقت من لحظة حدوث الحدث إلى أن يضغط الإنسان على الزر، وزمن الاستجابة هذا يصير طبعاً في بداية تشغيل الساعة فيتأخر تشغيلها شوي، بس نفس الشيء يصير في النهاية لما نحاول أن نوقف الساعة فيتأخر أيضاً إغلاقها، فالتأثيرين كأنهم يلغوا بعض. في طريقة ثانية لقياس الزمن للأجسام اللي تتحرك بسرعة بين نقطتين، مثل العدائين في ألعاب القوى الكبرى، يستخدم فيها جهاز اسمه البوابة الضوئية متصل بمؤقت إلكتروني، بنتطرق له بالتفصيل لاحقاً إن شاء الله. ننتقل للنقطة الأخيرة في درسنا لليوم، واللي هو قياس الفترة الزمنية القصيرة. أول شيء كلكم تعرفوا البندول، صح؟ البندول البسيط مكوناته الأساسية عبارة عن جسم معلق بطرف خيط، والطرف الثاني يكون مثبت سواء على حامل أو أي شيء آخر. لما نسحب الكرة إلى أحد الأطراف ونتركها راح تبدأ بالتأرجح من جانب لآخر. طيب كيف نحسب التأرجح الكامل للبندول، أو اللي ممكن نسميه الدورة الكاملة للبندول؟ هي تعرف أنها عبارة عن حركة البندول من جانب لآخر والعودة مرة أخرى إلى الجانب الأول. يعني إذا شفنا هالصورة وبدأ البندول الحركة من الموقع 3 وتحرك إلى الموقع 1 ورجع مرة أخرى إلى الموقع 3، هذا ما يعتبر تأرجح كامل. التأرجح الكامل لازم يمر فيه البندول بالجانبين، بالتالي تبدأ الكرة من الموقع 3 تتحرك إلى 1 ثم ترجع إلى 3 وتكمل إلى 2 ترجع إلى 3، كذا
تكون اكتملت دورة كاملة أو تأرجح كامل. الزمن اللي يستغرق البندول عشان يكمل تأرجح كامل اسمه زمن دوري، وإذا كان البندول سريع راح يكون صعب حساب زمن تأرجح واحد. فعشان يكون القياس أكثر دقة ممكن إن إحنا نقيس زمن مجموعة من التأرجحات ونقسمها على عددها، بالضبط نفس فكرة استخدام المسطرة في قياس سمك الورقة اللي شرحناها في الفيديو السابق. من الأمور اللي ممكن بعد تحسن دقة القياس في الأجسام اللي تتحرك حركة متكررة منتظمة مثل البندول، ممكن إن نعد تنازلياً 3 2 1، وعند الصفر نبدأ تشغيل الساعة. هذا العد يساعد على بدء ساعة الإيقاف في توقيت أكثر دقة في القياس. وبكذا نكون خلصنا الدرس الثاني من منهج الصف التاسع كتاب كامبريدج للمناهج العمانية.